لاعب عراقي تحبه؟ علي عدنان. علي عدنان؟ نعم. ليش؟ لان يسراوي مثلك؟ لا، مو يصنع العاب وهاي، ويرفع اسم العراق بايطاليا يرفعه. ايه. وهو لاعب مهاري. احنا حكينا لعلي عدنان وقلنا له اكو حسوني هيك لاعب، دزينا له الفيديو يحبك، ف دز سلام بيدنا ودز بوسه بيدنا وقال انا اخوك كبير وبس ارجع للعراق التقي بيه ان شاء الله. تحب تلتقي بعلي عدنان؟ نعم. خلي نشاهد فقره سيلفي وراي معظم الوسط الرياضي واللاعبين بموهبه حسوني. بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحية إلى الطفل حسوني، ملانا إن شاء الله الموفقية في مسيرته. وإحنا كلاعبين المنتخب الوطني ولاعبين النادي الزهراء داعمين إليه، وأي شيء يحتاج دعم معنوي مادي إحنا بالخدمة. أتمنى له إن شاء الله هذه الإعاقة ما يعني ما تمنع عن الاستمرار في مسيرته الكروية، وإن شاء الله يوصل للي يريده، اللي عنده هيك طموح وهيك عزيمة إن شاء الله يوصل للي يريده. حسونة حبيبي، شفت الفيديو مالتك، أنت لاعب موهوب ولك مستقبل، اجتهد أكثر وإن شاء الله يجي يوم أشوفك لاعب المنتخبات الوطنية. أتمنى لك التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي وتمنياتي للعزيز حسين، طبعا اول شيء بالموفقية والنجاح ان شاء الله، طبعا يكون انسان له دور في المجتمع، سبب انه الطموح الكبير اللي واضح عليه طبعا من خلال كلام عائلته. اتمنى طبعا هذه الحالة اللي يعيشها ما تعيقه طبعا من تحقيق طموحه وتطلعاته، وشاهدت بلمسة فنية جيدة. أتمنى طبعا أن يستمر طبعا ويقدم حقيقة في هذا المجال. تمنياتي الدعاء إلى طولة العمر إن شاء الله وتحقيق أمانية طموحات الجميع، ويحفظ طبعا يحفظ عائلته. حبيبي حسوني، أتمنى لك الموفقية وإن شاء الله تتحقق كل أمانيك، إن شاء الله تكون قاضي وتكون أفضل لاعب وأشوفك بأعلى المراتب. تحياتي لحبيبي واخوي الصغير حسين، اتمنى لك الموفقيه، اتمنى انه يكون هذا العائق ما يكون يعني واقف طريقك او انه يعيقك من معشوقتك لكرة القدم. اتمنى لك الموفقيه وان شاء الله احنا كلاعبين نكون داعمين لكم. حقيقه بعد مشاهدتي الفيديو للطفل حسين، حقيقة إذا قلت أشعر بالخجل، فهذا الطفل يفوقنا جميعا إرادة وعزيمة وأصرار، وحقيقة يعني نشعر به وكأنه يفوقنا بأميال. يعني هذه الأمور التي يفعلها الآن هو كإنسان طبيعي، أنا أجد أنه هذه تدل على انه هذا لديه مستقبل كبير، وان شاء الله يكون احد اركان المجتمع العراقي. احيي عائلته واحيي يعني والدته الكريمه ان شاء الله، وسيكون يعني ابنهم هو ضمن عناصر المجتمع النقي والراعي. يكون سعيد جدا وفخور اذا تواجد معنا بالمنتخب الوطني الناشئين، وهذه دعوه يعني منكم للطفل حسين، في اي يوم يشاء أن يتواجد مع المنتخب وفي أي لحظة الأبواب مفتوحة، وسيكون أحد أبنائنا المتواجدين والمنتخب منتخبه، وبالعكس أنا أتمنى أتواجد حتى يثبت للجميع أنه الإرادة والعزيمة والإصرار هي سلاح لأي إنسان يمتلكه، وبغض النظر عن كان يفقد أي شيء من جسمه، لكن فيما بداخله هنالك ثبات وصلابة. فحسين أعتقد يعني يفوق كثير من الشباب الآن حقيقة الذين يمتلكون أجسام يعني مكتملة. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. كنا وياك حسوني، كنا وياك حسوني، كنا لك الموفقية والنجاح وصير لاعب مثل وليد سالم. حسوني حبيبي الغالي، معك فريق نادي الشرطة،
حبينك بحبوك حبيبي، وان شاء الله كذا تكون قاضي ان شاء الله. كنا وياك حسوني. حسوني حبيبي، اتمنى لك كل توفيق. انا شفت الفيديو مالك وان شاء الله ان شاء الله مثل ما تتمنى تكون قاضي. اتمنى لك توفيق. شكرا لجميع المتحدثين. طبعا جتك دعوة رسمية لمنتخب ناشئين العراق من الكابتن، تحياتنا إلى الكابتن علي هادي، شنو رأيك؟ أنا أشكره كلش، وهو ما قصر وياي، يعني هو بك الله يوفقني وأتقى وياه. يعني إلك واسطة تلعب منتخب ناشئين العراق؟ نعم. ويوتيو ودريز المنتخب؟ نعم عادي. وأنه بتصير مشهور وبعد ما تجينا وتقوم تتعيقل علينا؟ لا والله أنتو مصدر و